آسيا مسابكي، اسم بيلمع بعالم الفن، تفتتح معرضها الجديد بغاليريا عايدة شرفين. بول كلي كان يقول إنه الار نانفيت با لو فيزيبل، إيران فيزيبل، يعني المرئي هاللي جاي من خلال الفنان، من خلال أحاسيسه، هيدا هو الفن. كل لوحة في إلها رهبة، لأنه بيوصل الفنان على مساحة بيضاء بتخليه يحس إنه هي مغامرة بالنسبة لإله، كأنه بعده مبلش هلأ، وما في حدود يعني للفن، كل شيء مسموح، كل شيء مباح. يستخدم مثلاً الألوان من الفاتر، يمكن البيك، يمكن شيء بيعطيني الساتسفاكسيون بالشغل. عرضت أعمالي بعدة دول، بفرنسا بالجران بالي بسنة 92 تقريباً، وكنت ممبر بالجران بالي، وبعدين بالدول العربية بميزي سرسو في جائزة بيمنال المحبة بسوريا، أخذت هذه الجائزة. المعرض مستمر لغاية 26 أيار.